شهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة إجراءات الفحص البيطري قبل المشاركة في مهرجان ويندسور للفروسية لسباقات القدرة، وذلك لمسافة 80 كيلومتر المقام في قلعة ويندسور الكبرى بالمملكة المتحدة، وذلك بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وتابع سموه عملية إجراءات الفحص البيطري تمهيدا للمشاركة مع أنجاله سمو الشيخ هشيمة بنت ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أنه يستهدف تحقيق أهداف عديدة من مشاركته مع الأنجال في السباق ليكون مساندا لهم في مشوارهم الرياضي في رياضة القدرة التي تتطلب توجيهات وقدرات عالية. سيكون الأنجال بعون الله قادرين على السير بخطى ثابتة نحو تحقيق كامل التطلعات والأهداف، متمنيا سموه للأنجال كل التوفيق والنجاح في اجتياز هذه المهمة الأوروبية الجديدة. وأعرب عن تقديره للجهود البارزة التي بذلتها اللجنة المنظمة للمهرجان في توفير عوامل نجاح الفحص البيطري، متطلعا سموه أن تتواصل هذه الجهود. هذا وقاد سموه الحصة التدريبية الأخيرة مع الأنجال وبمشاركة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة الذي سيكون مشاركا في سباق 80 كيلومتر، حيث حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على تقديم التعليمات للأنجال طوال التدريب. والتقى سموه مع فرسان الفريق الملكي وعدد من فرسان دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المشاركين في المهرجان.